قبل 4 سنوات قررت دولة إسرائيل إنه تزيد نسبة فرص العمل عند النساء العربيات وخروجهم من دائرة الفقر، فقررنا الخروج إلى الشارع لفحص هذا الشيء. حابين نسأل إيش أنت بتشتغلي؟ إذا بتشتغلي ماشي، بشتغل كشيشين للاختيارية، عندي تقريبا 28 ساعة بالأسبوع. بالنسبة للأجار طبعا أنت بتعرف إنه الأجار مش نافع، مينيموم يعني دوب 25 شيكل بالساعة، بوصل 2800 مع النسوات مع كله. هلأ هو هذا الموجود حاليا بالنسبة للعربيات بالذات، يعني في شيء عندك تختاري والله بتشتغلي. ثاني شيء لو بدك تشتغلي بسردين زي ما بيشغلونا برضه منك يوم. أنا تعلمت كمبيوتريا وخلصت تعليم، بس ما فيش مجالات فرصة عمل للأسف. يعني بدك تقول يعني انه انا اشتغلت بمحل من المحلات الحله الحلويات، يعني بدك تقول من الصبح للاربعة 100 شيكل، يعني حرام تقريبا 12 شيكل ونص على الساعه. ايه لحد لسه بعدني ما بعرفش. ما لما بتشتغلي ما كمان يومين هو احنا رح نتفق. لما بتشتغلي ما كانش في اتفاق شغل انه قديش رح تقضي او لا؟ بس هن وعدون انه يعني القبضه تكون على كل يعني سخر مني. بس حاليا مش عم تشتغلي؟ لا. ليش؟ مش يعني شغل لمرأة او لبنت مش مناسب، لانه اول اشي بيستغلوها بالوقت، بيستغلوها بالمعاشات ومش منظمين. انعرض عليك شغل قبل بالمحل؟ قديش كانوا عرض عليك معاش؟ 1005 من الساعة 8 للساعة 4. كم يوم بالاسبوع؟ 6 ايام. ايش كان محل ايش؟ اواعي. هون بالمصري؟ اوكي. وحدا منهم كان مستعد يدفع مواصلات مثلا؟ لا هاي بتخش فيها. كم يوم الشغل؟ 12 يوم متواصلات، باخذ يومين مقابلهن فرصة. وانت عارف انه هذا الشيء مش قانوني بالنسبة للشغل؟ بعرف، بس انه بعوضونا اياه، انه اليوم اللي مفروض انا اتريح فيه باخده 150%. فلما وصلت لأيامات يعني تقريب الشهر وصل انه بدي اخذ المعاش، كان كتير قليل يعني ولا على الساعة ولا فيش اشي. يعني كنت اطلع يعني تقريبا 9 الصبح واروح 9 بالليل ويعني واتعب وهيك، بس بالاخر ما طلعش لكي. تقريبا 24 يوم وصلت 1300. كل يوم 12 ساعة شغل. وليش برأيك ليش تشتغل هذا الشغل؟ أغلب المحلات يعني البنات بيشكي من هذا الإشي، بدهن أعلى بدهن هاي وبطلعوهن. يعني بحياتي ما سمعت إنه لحدا كبله إنه يرفعوا له المعاش.